السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، أتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا كيف ما كتشوفوا معايا، جيت نوريكم واحد جلابة ديال الكروشي اللي صوبات أختي تبارك الله عليها. صوبتها بالموديل الإسباني كيف ما هو معروف. فدرت اللون في اللون كيف ما كتشوفوا معايا في هذه الجلابة هذه، ونبتتها بالعقيق ديال الزمرد وبدك الحجر ديال الكريستال. في الأسفل درت هذه السليطة هذه خفيفة، الكمام تقريبا بحال صدر، هانتوما كيف ما كتشوفوا. في الكتاف وفي الكم لصقاتو براندة رقيقة. هذا في الكتاف هنايا، في القب درت هاد الضريسة هادي خفيفة. نخليكم مع الموديل ونتمنى انكم تشجعوني وان الموديل يكون يعجبكم. فالله يسر لكم يا ربي امين، وشكرا على التشجيعات ديالكم والدعم ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.